اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل جدا. مواصفات هذا العود: عندنا الوجه من السيدر درجة أولى، طبعا عندنا الزخارف اللي حوالين الشمسية والقمريات من الأخشاب متنوعة، منها عندنا الميبل وعندنا البنجي وعندنا الجوز وعندنا الموفينجو كمان حاضر معنا في هذا العود، والصدف عندنا كمان زخرف الشمسية والقمريات زي ما احنا شايفين. الظهر عندنا من خشب البنجي درجة أولى، كمان عندنا المفاتيح والمسطرة من الأبانوس درجة أولى. الأوتار عندنا من البيراميد لوت دوزان دودو. هذه هي مواصفات العود بالكامل. عود يا جماعة يعني بغاية الروعة. أنا بالنسبة لي هذه من الخامات اللي بحبها جدا في الأعواد. خلينا نسمع صوت نبدأ. Thank you.
ياخذك لبعيد لبعيد كثير. بتصور بهالشكل بينا كل جوانب العود لا يمل ابدا. خلونا نجري عليه الاختبار الاخير ما بنطور عليكم.